لو الحكاية فيها إن فيتو أدى جوسف في بيته تاني في الدور الأرضي، كان مجهز المكان وحافر القبر ودفن الجوسف. نادين بقى، نادين بقى يعني هي آخر جثة اكتشفناها، لكن هي أول جثة، أول جريمة هو عملها. إن هو عرفنا بعد كده في من التحيات إن هو في شهر 3/2015 اختلف معاها. طبعا أنا مش عايز أذكر الأسباب، لأن برضو يعني والدتها وأختها يعني بيكلموا إن الكلام اللي هو قاله في التحيات ده قد يكون مش صحيح. إيه بقى اللي قاله في التحيات؟ يعني هي بتقول، لا هي بتقول إن بنتي ماشية من عندي، إن هي إن هو جاب لها مخرج ومش عارف سوري، وجايب بنتين ومسفرهم على برة، وماشية من البيت وراكبه العربية معهم السواق، ان هم مسافرين على برة. طيب هي البنت دي لو هي مسافرة برة، ما هي طبعا هي الشرطة اتأكدت ان هي ما خرجتش برة مصر، وضغطوا على المجرم لغاية ما اعترف وارشد عن المكان بتاع الجثة. قتلها ليه بقى نادين؟ قتلها يعني خلينا برضو، انا مش عايز اتكلم قوي في الحته بتاعت نادين. هو قال لي، لان هي والدتها تركن، هو قال ان انا يعني كنت يعني وعدها ان انا هتجوزها، ولما هو غير رايه وبدا يخطب في اختها، فهي هددته ان هي تعرف اهلها ان هو كان عايز يخطبها. يعني ده اللي هو قاله في التحيات، وبناء عليه يعني خد القرار بقى انه يتخلص منها عشان خاطر ما تقفلوش كعقبة. او يعني التحيات برضو خلي بالك، احنا التحيات لغاية النهاردة لسه شغالة ولسه ما خدناش صورة منها، بس اللي احنا وصلنا معلومات عن طريق التحيات ان هو اعترف ان هو كان على خلاف معها بشكل ما بسبب موضوع الزواج، وتخلص منها في الشقة اللي هي في نفس البيت اللي فيه الجثث التانية. هل القذافي كان وسيم لدرجة ان الستات تحبه كده وتتجوزه وتقوله؟ خالص خالص، هو شخص عادي خالص، بس هو بقى يعني زي ما قلت لحضرتك، هو كان بيخش للناس من ناحيه الايه، ان هو راجل محترم بيصلي وراجل اعمال، طبعا عنده مشاريع، وطبعا هو كان بيخش دايما بالشكل ده، وكان بيستعين بناس. يعني عرفنا في اسكندريه انه كان بيجيب ناس يقول ده دي خالتي وده جوز خالتي، وكان في ناس بتساعده. يعني كان بيستعين بناس يقول ان هم مزيفة. ناس مزيفه يقول ان هم من اهله، وطبعا الكلام ده احنا يعني اكتشفنا بعد كده الناس دي، انا متهيألي زمانهم المباحث شغال عليهم عشان تجيبهم دلوقتي وتسمع اقوالهم. فهو كان بيخش على الناس من المنطق ده، ان هو يعني راجل محترم يعني، وداخل عايز يتزوج، وان هو ظروفه اذا كان بقى مره عامل نفسه مهندس، مره عامل نفسه محامي، مره عامل نفسه رجل اعمال. هو طبعا كان بينتحل شخصيات كتير، وكان بيطبع بطاقات مزورة وبيروح يعني ماشي بالتسلسل كده، بيخلص من ضحية يروح على غيره، والحمد لله ان احنا قدرنا نكشفه. في